هنتوقف اليوم مع أحد أصوات السماء، وصف بأن صوته كالعسل المصفى من حلاوة صوته. في بداية حياته المهنية كان بيقرأ القرآن في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. من شدة حب الناس وتعلقهم وتفاعلهم مع صوته كانوا بيهللوا وبيرفعوا أصواتهم، فكانت وزارة الأوقاف في وقتها اضطرت أن هي تنقله إلى المسجد البدوي أو المسجد الأحمدي في طنطا لمدة 25 سنة. كان لي دور كبير في حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، كان أصغر من اعتمدته الإذاعة المصرية كقارئ للقرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه، في مصر دولة التلاوة. إذا وقعت الشيخ محمود علي البنا، العسل المصفى. الشيخ محمود علي البنا أحد أهم سفراء دولة التلاوة المصرية، امتلك صوتاً مميزاً يعرفه السامع من اللحظة الأولى لسماعه لقراءته. عرف الشيخ البنا بجمال صوته. معنا اليوم رجل ممن وصف صوته بأنه صوت الملائكي. الله. وترى الناس وهم قد عاشقوا هذا الأداء المتميز للشيخ محمود علي البنا رحمه الله تعالى. أمين. عسل مصفى. الشيخ أبو العينين شعيشة قال عليه كده. أبو العينين شعيشة قال كلما أسمعه، كلما أسمع أو أشعر بالعسل المصفى. ويقولوا الناس يعني إزاي عسل مصفى؟ الجواب ما هو كان عسل مصفى. أنت واخد بالك لما أقول هو كده هو في حاجة حلوة، حاجة حلوة بتدخل النفس فتريحها مثلا، فتهدئ بالها. الأذواق علشان تقعد توصفها قم تحتاج إلى كلمات كثيرة. ولد في بلد برضو من بتاع شبرة دي اللي قلنا إنها شبرة مش شبرة. بعض الناس طبعا ينطق بعض البلدان شبرة وبعضهم يقول شبرة، فما فيش غلط ولا حاجة لما نقول شبرة باص، وبعضهم يقولوا شبرا باص ما يجراش حاجة، بس هي شبرا باص. أبوه عايز إن الولد ده يطلع شيخ، فأرسله إلى الكتاب. هو كان يتميز بميزة الهدوء النفسي، وظل هذا معه لغاية ما انتقل إلى رحمة الله تعالى. رحمة الله عليه. في هدوء نفسي كده، هو ما فيش، ما هوش غضوب، ما هوش قلق، ما هوش
متسرع. مات صغير برضه 1985، يعني عنده داخل في الستين. راح الكتاب عنده 8 سنين وكده بالهدوء وكذا والسكينة إلى آخره، وبعدين يرجع يحفظ اللوح اللي هو مقرر عليه، يعني قيمة صفحة ولا حاجة، وعلشان يبقى محترم ومعتبر عند الشيخ تاني يوم لأمور تربوية الحقيقة كانت معقدة. الشيخ يبدو أنه شافه أنه هو إيه، محافظ على نفسه قوي يعني مش عايز حد إيه يكلمه أو شيء من هذا القبيل، فراح ضربه علقة من غير سبب. سمع راح قايم ضربه علقة بدون سبب كده. بدون سبب، فتصرف غير معقول. ما احناش عارفين بيعمل كده ليه. فداي روح لأمه قال لها أنا يعني أنا ضربني من غير سبب، احفظ حفظنا، سمعت، عايز ايه، بيضربني ليه؟ هو يظهر شاف في عينيه حاجة من الاعتزاز يعني باللي هو بيعمله أو الفرحة، فخاف عليه الكبر، لأن الكبر هو المدخل الأساسي لفساد الأمور. فالطفل ملوش دعوة بالحقيقة والضرب عشان ما يتغرش بقى في نفسه من وصغير، معلش ده شغل الكبار صح ولا غلط، مدرسة التأديب ولا ما مدرسة شد تأديب، ما لناش دعوة بيه، لكن اللي حصل كده. فتاني يوم ما راحش، وراح يتفرج على الناس في الغيط. مظبوط. وبعدين روح فوجد العريف ده اللي هو طالب يبقى متقدم شوية عليهم في السن، يظبط الأمور ويبقى الضابط بتاع الفصل علشان محدش. العريف جاي ياخده، العريف بيقول لك كان طوله مترين، طبعا ما مش طوله مترين ولا حاجة، بس هو لأنه طفل صغير كده شايفه طويل علي. تعال. فدخل العريف البيت وقال له تعالى، قال له طب هلبس، قال له ابدا ما تلبس حاجه، انت زي ما انت كده. فبيبص لابوه وامه ما حمهوش، ما خلاص انت مع الشيخ ده هو طريقك الى الجنه، ما لناش تدخل. راح للشيخ، راح عطيله علقه تانيه انه هو ما جاش. فروح لامه بعد بقى الشيخ ما ضربه، قعد يحايله، قالوا ده انت ولد ممتاز وكويس وحلو، واحنا عايزينك تعمل وعايزينك وتبقى احسن واحد، وفضل يشجع فيه واتفق معاه. قالوا خلاص انت تحفظ كده وانا مش هضربك ابدا، اتفق معاه اتفاق ونفذ الاتفاق. كويس جدا. من مصلحتنا من مصلحتنا. رجع لامه وقالت له يا ابني الشيخ ملوش دعوه، ده احنا اللي بلغنا عنك انك انت رحت الغيط وكذا الى اخره. الطريقة دي طريقة مهمة جدا لأنها تكررت مع مشايخ كتيرة، وده كان الثقافة السائدة في هذا. بنقولها لعل الدارسين يرجعوا نفسهم شوية إن هذه القامات الكبيرة الناجحة حصل فيها كده وما أثرش تأثير سلبي على المنظومة. هي دعوة إلى الدراسة، لا. علشان بس المشاهدين ما يفتكرونش ان انا متبني قضية الضرب، انا لم اضرب طفلا قط، ولكن انا بتكلم على الدراسة العلمية التي تغوص في التجربة البشرية اللي حصلت واللي نجحت. طيب أساسا حضرتك بعد الفاصل محتاجين نعرف نتيجة هذه التربية والتأديب ثم العلم وحفظ القرآن الكريم إزاي تحولت فيما بعد إلى فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا الملأ السمع والبصر. أرجو حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله. أرجوكم خليكم معنا. بسم
بسم الله كان الشيخ البنا بطيء في التلاوة لدرجة أنه لو عملنا مقارنة بينه وبين أي قارئ نلاحظ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ مصطفى إسماعيل سيقولها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، إذا حسبناها سنجدها 4 ثواني. الشيخ محمود علي البنا بسم الله الرحمن الرحيم، كل حرف أخذ حقه ومستحقه، يمهد بقرار البيات بعملقة بصوت راكز متميز يصعد للرابعة قرار الرصد. وهنا أتحف الكل بجملته الشهيرة التي أخذها منه الكثيرون، هذه أأنتم أشد خلقا أم السماء، وتشعر أنه يسأل بناها، وقف مشبع لأنه انتهى السؤال. هذا هو التمكن، كيف يستخدم القفلة، كيف يستخدم الجملة النغمية، كيف يصور كلمات القرآن بنغمه. حتى الرجل البسيط الذي لم يكن فهما لمفردات اللغة العربية نجد أنه يفهم من خلال أداء هذا القارئ المتميز. حقا صوت تقشعر له الأبدان. الطفل المعجزة هو اللقب الذي رافق الشيخ محمود علي البنا طوال فترة طفولته التي قضاها في قرية شبر باص بمحافظة المنوفية، وذلك لعذوبة صوته وتلاوته الفريدة لكتاب الله عز وجل. ورغم مرور سنوات طويلة على منزل البنا داخل القرية، إلا أن جدرانه لا زالت توثق رحلاته القرآنية حول العالم، وتحمل كذلك ذكريات جمعت الشيخ الجليل بأصدقائه وأحبائه. لو هوجه رسالة لوالدي الشيخ محمود علي البنا هقول له أنت الابن الذي أسعد أبويه والأب الذي أسعد أبنائه، وإحنا عايشين ببركة وكان أبوهما صالحا، ولا نزكي على الله أحدا، ولكن ببركة أهل القرآن وبركة ما تلوت من القرآن بإخلاص وتفاني. وبمسجد الشيخ محمود علي البنا والذي بناه داخل منزله كان يجتمع أهل القرية ليعيشوا ساعات طويلة في رحاب الله عز وجل، ليكون هذا المسجد المحطة الأخيرة لشيخنا الجليل، حيث تسكن روحه الطاهرة بجواره في ضريح البنا تنفيذاً لوصيته. أهلاً بحضراتكم مرة أخرى، ولسه حديثنا متواصل حول فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمة الله عليه. برحب مرة تانية بفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلاً بحضرتك صاحبي فضيلة. أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم.
انتقل بعد كده للقاهرة وراح سيدنا الحسين، وكان في موقف قرينا انه هو يعني مشوم من مسجد سيدنا الحسين لان كان من حلاوة صوته والناس كانت بتهلل، فالاوقاف وقتها قالت لا ما ينفعش كده، ما ينفعش حد يهلل في مسجد سيدنا الحسين. هل الموقف ده بالفعل حصل مع شيخ البنا؟ انتقاله الى القاهرة ابتداء خلاه يروح الاذاعة علشان يعتمد ويروح للجنة، فاللجنة امتحنته وكذا إلى آخره على الإجراءات بتاعت لجنة الإذاعة. فدخل الإذاعة 48، يعني عنده 22 سنة، ما هو مواليد 1926 مظبوط، يبقى 22 سنة عبال ما يكمل سنة 48 ابتدى، فابتدى يبقى ليه جمهور. وهو أساسا لما عينته الأوقاف عينته في عين الحياة، عين الحياة ده في شارع اسمه مصر والسودان، وبقى قارئ عين الحياة شويتين. ونقلوه فين بقى؟ لمسجد الرفاعي اللي قدام السلطان حسن اللي في القلعة ده، مظبوط. شويتين ونقلوه لسيدنا الحسين، هو محب قوي لآل البيت، فاتبسط خالص ان هو يروح لسيدنا الحسين. وسيدنا الحسين أكبر تقريبا مسجد موجود في هذا الوقت. فجاء الوضع ده إن الناس بقى يحصل لها حاجة اسمه حال اللي هو يعني حال من الجنان، يعني من الصوت بتاعه. فالراجل يقوم من مكانه ويتنطط، اللي يغمى عليه، اللي عايز يطلع من هدومه من صوته. في حالة للسميعة كانت زمان يقول لك السلطنة، الطرب. حصل لهم حالة من الطرب، قالوا طب يا جماعة بالشكل ده انتوا ما تأملتوش معاني الآيات، بالشكل ده خرجتوا عن آداب الاستماع وآداب القرآن اللي نص عليها واحد زي الإمام النووي الكبير ده، فانتوا بتعملوا حاجة مخالفة مهما كان تعبير، لعله أن يكون تعبير إنساني عندما نسمع هذا الأداء الراقي من ذلك الشيخ الكبير. فنقلوه، لكن نقلوه إلى المسجد الأحمدي في طنطا، في طنطا. وأصبح في المسجد الأحمدي 25 سنة. ده كان والدته كانت دعت له وهو صغير يبقى خادم لسيدي أحمد البدوي. ما هو بقى لما تذكر الدعوة دي يعني هذا أباله، يعني سكن فؤاده على هذا الحال، لأنه جاي من سيدنا الحسين في القاهرة. قعد 25 سنة في المسجد السيد البدوي، فما كانش في حد متعنت معاه، إنما هي كانت الأمور الحسبة السياسية بتاعة المظهر بتاع حكاية التفاعل الجماهيري معه بهذه الطريقة. فالشيخ محمود علي البنا تعلقت به، وكان فنان بقى في المقامات وفي الحاجات دي، هي في القرار والجواب، ويطلع من القرار للجواب من مقام لمقام. لا ده بقى شغل ايه نقول عليه؟ شغل صنايعية طبعا، يعني ايه حرفة الموسيقى طبعا. هو يتقنها، وفعلا كان في هذا المجال هو حريف او محترف في هذا الامر. رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى. اللهم امين، اللهم امين. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا، والى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من
نسمي سورة الضحى بكنز القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله آية أرجى من قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فادخرتها لأمتي ليوم القيامة، وبموضوعها وتعبيرها ومشاهدها لمسة من الحنان، وهو الحنان المنان، ويد حانية تمسح على الآلام، تمسح على المواجع، تكسب الرضا والأمل. إنها كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها نجاء له من ربه وتسريع. يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم.